طلابتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ بأول محاضرة من مفردات مادة الميديكال بارا سايتولوجي لطلاب المرحلة الثالثة كلية الطب جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية. عنوان المحاضرة General Introduction of Medical Parasitology. الباراسايتولوجي is the branch of biology dealing with organisms, animals, اللي which live in all other species, اللي هي أسميها الهوست, from which they obtain nourishment. إذن علم الطفيليات هو فرع من فروع علم الأحياء، راح يدرس لي العلاقة بين two organisms. أحد الأورجانيزم أسميه اللي هو الباراسايت، أو أسميه الأنيمال، أو أسميه الطفيلي، اللي راح يتطفل على كائن آخر أسميه الهوست المضيف. الغرض من تطفل الطفيلي الغرض منه لغرض الحصول على النورشمنت، لغرض حصول على الطعام. إذا علم الطفيليات هو فرع من فروع علم الأحياء، يتعامل مع دراسة الكائنات الحية اللي سميتها أنا الأنيمال، اللي هو راح يدرس العلاقة بين تو أورجانيزم. واحد من الأورجانيزم اللي أنا سميته الأنيمال أو الباراسايت، اللي راح يعيش على أو في another organism، كائن آخر حي، سميته أني المضيف أو ما سميته الهوست. الغرض من معيشة الطفيلي داخل وعلى خارج الجسم المضيف، الغرض منه هو الحصول على النورشمنت. إذا علم الطفيليات ذلك العلم اللي راح يدرس لي العلاقة بين two organism. One organism اللي سميته هو الباراسايت أو سميته الأنيمال، والانذر اورجانيزم الثاني اللي راح يعيش عليه الطفيلي سميته اني الهوست. اذا الغرض من انه الطفيلي راح يعيش على انذر مايكرو اورجانيزم، الغرض منه انه الحصول على النورشمنت، الحصول على الطعام. الميديكال باراسايتولوجي، الميديكال باراسايتولوجي one of the largest fields in parasitology، يعتبر هو من اكبر حقول علم الطفيليات. الميديكال باراسايتولوجي is the science medical implication of parasites that infection of the human، هو ذلك العلم اللي راح يدرس لي الآثار الطبية للطفيليات اللي تصيب الإنسان. إذن راح ذلك العلم اللي راح يدرس لي الآثار الطبية اللي تسبب ليها الطفيليات اللي راح تصيب الإنسان. veterinary باراسايتولوجي علم الطفيليات البيطرية، أيضا هو فرع من فروع علم الأحياء، راح يهتم بدراسة يدرس الطفيليات اللي ذات كوسز اللي راح يسبب لي economic loss in agriculture or aquaculture operation or which infected combination animal. إذا هو ذلك العلم اللي راح يدرس لي الطفيليات اللي راح يسبب لي خسائر اقتصادية وين بالثروة الحيوانية، أو إنه يسبب لي الطفيليات اللي تصيب لي الأحياء المائية، يعني الأسماك وسلطان البحر وغيرها من الأحياء المائية، أو يدرس لي الطفيليات اللي تصيب لي الحيوانات المصاحبة لتربية الإنسان. عندي مثال على ذلك من الطفيليات اللي تصيب الحيوانات اللي يربيها الإنسان. عندي طفيلي هيمونكس كونتروتس، هذا الطفيلي من الطفيليات المهمة اللي يصيب لي المشترات، يعني يصيب لي الأغنام ويصيب لي الماعز بالدرجة الأولى. هذا الطفيلي دائما يعتبر من الطفيليات اللي يصيب الجهاز الهضمي ويسبب لي حدوث الأكيوت أنيميا. التعريف الباراسايت، الباراسايت is an organism that live in on other organism. إذا قلنا الطفيلي هو عبارة عن كائن حي راح يعيش داخل وخارج كائن حي آخر اللي هو سميته المضيف، اللي هو سميته الهوست. الغرض منه إنه يحصل على النورشمنت، يعني الطعام، أو ما نسميه الفود، أو يحصل على الشيلتر، يحصل على المأوى. عندي مصطلحين مهمين، الباثوجينيك باراسايت، الطفيليات المرضية، والنون باثوجينيك باراسايت. إذا أعرف شنو الباثوجينيك باراسايت، هي الطفيليات اللي which causes harm to its host. إذا الطفيليات اللي راح
تتطفل على المضيف وتسبب له الهارم، تسبب له حدوث الاذى. من الامثله على الطفيليه، من امثله على الباثوجينك باراسايت عندي الانجستروما دودونالي. النون باثوجينك باراسايت هي او نسميها الكومينسال، هي المتكافئه او المتعايشه طفيليات اللي تصيب للمضيف لكن without any harmful، ما تأذي، فقط انه الغرض منه انه تتطفل على المضيف في الغرض انه تستفاد منه، تحصل على الطعام والمأوى لكن without any harm، بدون اي اذيه للمضيف. Type of the parasites، أنواع الباراسايت. عندي أول نوع من أنواع الباراسايت عندي facultative parasite، تسمى بالطفيليات الاختيارية. الطفيليات الاختيارية هي الأورجانيزم that accepted both parasitic and non-parasitic mode of the living. إذن هذا النوع من الكائنات الحية تستطيع أن تعيش بكل الطورين، تستطيع أن تعيش بكل الطور الطفيلي اللي راح تكون الطور الطفيلي، أقصد به الطور اللي راح تعيش به داخل المضيف، والطور الثاني الطور الحر اللي تستطيع أن تعيش به خارج المضيف. إلا أنه هاي النوع من الطفيليات not absolutely dependent on the parasitic way of the life، هذا النوع من الطفيليات ما يعتمد مطلقا، يعني نهائيا، يعني ما يعتمد بصورة مطلقة على المعيشة الطفيلية، لكن أنه إذا خليناه داخل المضيف راح يتكيف ويعيش كمعيشة طفيلية. إذا عندي فاكولتيت باراسايت الأورجانيزم اللي دائما أشوفها بكل الطورين، راح تعيش بالطور الطفيلي وبالطور الحر، لكن هي ما تعتمد، يعني هاي النوع من الطفيليات ما تعتمد إطلاقا على طريقة العيش الطفيلية، لكن إنه إذا خليناها داخل المضيف تستطيع أن تعيش بالطريقة الطفيلية. عندنا مثال على ذلك نجليريا فيلاريا. Obligated parasite، الطفيليات الإجبارية، البراسايت اللي can live only in the host، الطفيليات التي لا تستطيع أن تعيش خارج جسم المضيف. إذن الطفيليات اللي راح تعيش لفقط داخل جسم المضيف، يعني هي الطفيليات اللي تتطلب مضيف دائم لغرض العيش. مثال على ذلك عندي البلازميديوم الفالسي، يعني فاسي بارن اللي هو الطفيلي اللي راح يسبب لي مرض الملاريا، وعندي الترايكونيلا سبيرالس. الاكسيدنتال باراسايت، الطفيليات العرضية، هذا النوع من انواع الطفيليات راح يدخل الى المضيف بطريقة خاطئة، يعني يدخل للمضيف بطريقة خاطئة، يعني انه المضيف اللي دخله مو هو المضيف اللي يعني مو هو المضيف الاساسي، لا، انه يدخل بطريقة خاطئة. اذا الباراسايت وود اتشت or entry wrong host، يدخل الى المضيف بطريقه خاطئه. مثل عندي الفاشولا هيباتيكا اندوك، يعني الفاشولا هيباتيكا الدوده الكبديه لما تدخل للدوك تكون هي كاكسيدنتال باراسايت، كطفيلي عرضي. عندي temporary parasite، temporary parasite الطفيليات المؤقته اللي تحتاج الى اكثر من مضيف حتى تكمل دوره حياتها. اذا الاورجانيزم which obligatory parasite in and at one or more stage of its life cycle، اذا الطفيلي اللي راح يعمل كطفيلي اجباري، يعني الطفيلي اجباري بطور واحد او طورين من دورة حياته، بينما يعيش حر، يعني بطور واحد، يعني عمل كطفيلي اجباري بطور واحد او طورين من دورة حياته، لكن هو بالاطوار الاخرى من دورة حياته يعتبر يعيش كفري لايفنج باراسايت. اذا الطفيلي اللي راح يكون كطفيلي اجباري بطور واحد او طورين من دورة حياته، لكن يكون بالاطوار الاخرى راح يكون هو اللي هو اذر، يكون كفري لايفنج باراسايت. مثال على ذلك عندي البلاد سكر أريثرابودا. الانترميديانت باراسايت اللي هي السمول باراسايت او ما اسميها الباراسايت المتقطعه، اللي هي سمول اورجانيزم، اللي هي كطفيليات صغيره او كائنات صغيره such as مثل الماسكيتوز اللي which most اللي دائما يعني تعمل برودكتلي، يعني سيك تعمل يعني بحث دوري
من أجل أن تبحث على كائن آخر أكبر منها لغرض الحصول على النورشمنت، لغرض الحصول على الطعام. مثال عندنا على مثال على الانترميديت باراسايت، عندي البلد سوكينج أرثروبودا، مفصليات الأرجل اللي تكون ماصة للدماغ. النوع السادس من أنواع الباراسايت أسميه الأكتوباراسايت، من اسمها الأكتوباراسايت الطفيليات الخارجية. إذا وين راح تعيش الطفيليات اللي راح تعيش؟ on the body surface على سطح المضيف، وتسبب له حدوث الانفكشن. مثال على ذلك عندنا التريماتود، عندي الديك القراد، وعندي المتس الحلم. الاندوباراسايت من اسمها الباراسايت اللي راح تعيش inside of the body، راح تعيش داخل جسم الهوست and produce infection، وتسبب له حدوث العدوى. مثل عندنا التريماتود، تبوم، نيماتودا and البروتوزوا. عندي مصطلحات مهمة لازم أتعرف عليها، شنو الباراسيتك انفكشن، وشنو هي الباراسيتك ديزيز، وباراسيتك انفستيجيشن. الباراسيتك انفكشن اللي هي الانفيجن، اللي هي الغزو اللي راح يحدث بواسطة الاندوباراسايت الطفيليات الداخلية. مثال على ذلك البروتوزوا ان الهيمنثس. الباراسيتك ديزيز اللي هي ايضا الانفيجن اند الباثولوجي، اللي هي الغزو والامراضية اللي راح تحدث بواسطة الاندوباراسايت. اذا عرفت شنو الباراسيتك انفكشن والباراسيتك ديزيز، اذا الاثنيناتهم لهم علاقة بالاندوباراسايت. الباراسيتك انفستيجيشن، الباراسيتك انفستيجيشن اللي هي اللي هي اكسترنال يعني باراسايت، الباراسايت الاكسترنال باراسيتيزم، التطفل الخارجي اللي راح يحدث بسبب الاكتو باراسايت، اللي يحدث بسبب الطفيليات الخارجيه. يعني الانفيجن اللي راح يصير عن طريق الاكتو باراسايت، يصير عن طريق الطفيليات، عن طريق الطفيليات الخارجيه. مثال على ذلك عندي الارثروبود. Type of the host، أنواع الهوست. إذن الهوست هو عبارة عن الكائن الحي، الهوست هو عبارة عن الأورغانيزم اللي راح يعيش داخله أو خارج الطفيلي ويسبب له حدوث العدوى. إذن الهوست هو الكائن الحي اللي راح يعيش داخله أو خارج الطفيلي ويسبب له حدوث العدوى. إذن أجي أتعرف على أنواع الهوست. عندي الانترميديانت هوست، أول نوع من أنواع الهوست انترميديانت هوست، المضيف الوسطي. هو عبارة عن الكائن الحي اللي وجد larvae stage of the parasite lysing. إذن الانترميديت هوست المضيف الوسطي هو عبارة عن كائن حي راح تعيش به الأطوار اليرقية للطفيلي، تعيش به الأطوار اليرقية للطفيلي. دائما الانترميديت هوست، عندي مثال على ذلك بالباشولا هيباتيكا، عندي السنير القوقع. الديفينيتيف ستيج definitive host أو نسميه final host، المضيف النهائي، هو الكائن الحي اللي راح يعيش به adult stage، الطور البالغ للطفيلي. إذن هو عبارة عن الكائن الحي اللي راح يعيش به adult stage أو الطفيلي البالغ. مثال على ذلك عنه، يعني يعتبر human كfinal stage للتينيا سوريو، لدودة التينيا سوريو. Reservoir host، الريزيرفر هوست يعني المضيف الخازن، هو الهوست اللي يكون المضيف الخازن، هو الهوست اللي راح يكون هاربرز، اللي هو يكون المأوى للباراسايت. اذا المضيف الخازن هو الهوست اللي يكون هاربر للباراسايت، اللي يكون هو مأوى للباراسايت، اللي الطفيلي راح يكمل كونتينيوتي، اللي راح يكمل به دورة حياته. وايضا الريزيرفر هوست اعتبره اني كسورس انفكشن اوف ذا هيومن، اعتبر كمصدر اصابه للانسان. مثال على ذلك عندي الدوغ، هو يكون ريزيرفر، اما يكون خازن للطفيلي اللاشمانيا دونوفاني. اذا قلت المضيف الخازن هو المضيف اللي راح يكون مأوى للطفيلي، اللي الطفيلي راح يتخبأ به وراح يكمل به دورة حياته، بالاضافه الى انه هو يعتبر مصدر اصابه للانسان. الباكتر، الناقل. الناقل هو عبارة عن كائن حي، الناقل هو عبارة عن كائن حي. هذا الكائن الحي دائما الناقل، اللي هي مثل انسك، مثل حشرات، اللي راح تنقل لي يعني ترانسبورت باثوجينيك باراسايت، تنقل لي الطفيلي الممرض من كائن حي الى كائن حي اخر. اذا راح تنقل لي باثوجينيك باراسايت from one host to the another.
مثلا عندي الانسكت او المسكيتوز مثال على الانسكت، مثال على الحشرات اخذ البعوض. البعوض يعني انه راح ايش يسوي لي البعوض؟ لما يجي ياخذ وجبه دم من الانسان راح يحقن لي، راح ينقل لي ينقل لي يعني ينقل لي الطفيلي المرضي الموجود بالسلايفيشن مالته عندما يسوي لي بت للانسان، عندما يسوي لي عضه للانسان، اذا راح ينقل لي طفيلي مرضي موجود بالسلايفه عن طريق العضه، عن طريق العضه يدخل الطفيلي، يدخل الطفيلي المرضي الى الانسان، وبذلك يكون الانسكت او يكون هو كباكتر، او الماسكيتوز البعوض يكون كباكتر نقل لي الباراسايت من هوست الى هوست اخر. عندي الاكسيدنتال هوست، الهوست اللي راح يدخل به الطفيلي عن طريق الرونج، عن طريق الخطا، اذا الهوست اللي باراسايت كان نوت سكسسفلي ديفلوب، اذا هو الهوست اللي ما يستطيع الطفيلي ان يكمل يعني او يتطور به بنجاح. ليش؟ لانه هو قلت اني اكسيدنتال عرضي دخله بطريقه خاطئه، اذا الطفيلي ما يقدر انه يكمل دوره حياته او يتطور، لانه هو المضيف الخطا اللي دخل له. مثال على ذلك عندي دكتور كارا كانس اللي هي حتكون بالهيومن. اللايف سايكل، اللايف سايكل is the process of the parasite growth, development and reproductive. دورة الحياة هي العملية، هي عملية نمو الطفيليات وتطورها وتكاثرها. دورة الحياة هي عملية نمو وتطور وتكاثر الطفيلي. اللي راح تحدث هذه العملية in one or more different hosts، اللي تحدث بمضيف واحد او اكثر من مضيف، وهذه تعتمد على انواع الطفيليات. اذا دورة الحياة هي العملية، عملية نمو وتطور وتكاثر الطفيلي. اللي قلت اني هذا النمو وتطور وتكاثر الطفيلي راح يحدث اما بمضيف واحد او اكثر من مضيف واحد، وقلت هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الانواع الباراسايت. عندي اللايف سايكل ممكن ان تكون بطورين، اما تكون عندي دورة حياة سمبل بسيطة، او تكون عندي دورة الحياة كومبلكس حسب الطفيلي. السمبل لايف سايكل او ما اسميها الدايركت لايف سايكل، دورة الحياة المباشرة. السمبل لايف سايكل كل الديفلوبمنت ستيج يعني كل مراحل دورة الحياة العائدة بالطفيلي راح تحدث ان ون هوست، تحدث بمضيف واحد. اذا كل مراحل تطورية للطفيلي راح تحدث in one host، هذه اسميها direct life cycle او اسميها simple life cycle. الcomplex لا، الcomplex او انه اسميها بالindirect life cycle، هنا انه الطفيلي راح يحتاج الى two required hosts، يعني يحتاج الى two different hosts. الطفيلي required يعني يحتاج الى two different hosts او اكثر، يحتاج إلى مضيفين أو أكثر حتى يكمل، حتى يكمل اللايف، اللي يكمل ال different stage of the life cycle، حتى يكمل الأطوار المختلفة لدورة الحياة. عندي مثال على ذلك، عندي جسوما شبانيكا تحتاج إلى الطفيل، يحتاج إلى مضيفين حتى يكمل دورة حياته. إذن عندي نوعين من أنواع دورة الحياة، السمبل اللي تحدث كل أطوار مراحل دورة الحياة للطفيلي مضيف واحد، أما بالنسبة للمعقدة أو سميتها الإنديركت لا، إنه راح يحتاج الطفيلي إلى مضيفين أو أكثر حتى يكمل دورة حياته. عندي ستيج، شنو هي الأطوار اللي راح تشارك بدورة حياة الطفيلي؟ عندي ستيجين مهمين اللي هما اللي أشوفهم بدورة حياة الطفيلي. الستيج الاول اسميه اللي هو الانفكتيف ستيج، الطور المعدي، الطور المعدي الانفكتيف ستيج، اللي هو ستيج اللي وين ذا باراسايت، الستيج اللي هو اللي راح يغزو هيومن بودي، اللي راح يغزو جسم الانسان ويعيش به، اذا اسميه هذا الانفكتيف ستيج. الدايجنوستيك ستيج، الدايجنوستيك ستيج، الدايجنوستيك ستيج الطور التشخيصي هو الستيج اللي وين ذا باراسايت، الطور اللي راح يخرج به الباراسايت عن طريق يعني يخرج به الباراسايت عن طريق الاستول او عن طريق اليونين او عن طريق السبتم، اللي يخرج لي مع البراز او مع اليونين او مع السبتم، هذا اسميه دايجنوستيك ستيج.
Source of the infection، مصادر الإصابة بالأمراض الطفيلية. طبعاً مصادر الإصابة بالأمراض الطفيلية تكون متنوعة، تشمل الآتي: أولاً قد تكون السورس التربة هي مصدر لانتقال العدوى الطفيلية أو مصدر لانتقال الأمراض الطفيلية. عندي الإمبريونيك إيج، عندي البيوض الحاوية على الأجنة، البيوض الحاوية على الأجنة اللي تكون موجودة بالتربة تكون مصدر لحدوث الإصابة للإنسان. عندنا مثال على ذلك الراوند وور، الديدان المدورة أو الديدان الصوتية اللي تكون الديدان موجودة بالتربة، يأتي الإنسان يأخذها عن طريق الهضم، الماء أو الغذاء الملوث بالبيوض، فراح تكون التربة هي source of the infection of the human، مصدر لإصابة الإنسان. الانفكتيف ستيج، الانفكتيف ستيج اللي هو الطور المعدي اللي موجود بالتربة اللي يخترق جلد الإنسان، ويعني عن طريق أن يخترق جلد الإنسان عن طريق السكن، عن طريق الجلد، وبذلك يكون source of infection للهيومان. الووتر، أن المصدر الثاني، إذا قلت أول مصدر لحدوث الإصابة هو كان التربة. الووتر، خلنا أشوف الووتر يكون حاوي على شنو. الووتر يكون أحيانا حاوي على الانفكتيف ستيج. إذا الانفكتيف ستيج، إذا الإنسان الووتر لما يكون حاوي على الانفكتيف ستيج، الإنسان راح يسوي لي سوولنج، راح يبلع لي المي الحاوي على الانفكتيف ستيج مال الطفيلي، وبذلك يكون الإنسان شنو، يكون أخذ لي الطفيلي عن طريق الماء الملوث بالانفكتيف ستيج للطفيلي. مثال على ذلك عندي الإنسان راح لما يأخذ المي الملوث بالسيست اللي هو الانفكتيف ستيج للطفيل الأميبا and giardia. الووتر الكونتين، المي اللي يحتوي على الانترميديت هوست. إذا الإنسان عندما يسوي لي سوالينج يبلع لي المي الحاوي على الانترميديت هوست، وبذلك يكون قد نقل، تكون الماء هو مصدر إصابة للإنسان. الانفكتيف لارفي، اللارفي المعدية اللي تكون ايضا موجودة بالمي، يمكن الانسان ياخذها عن طريق السباحة، يعني انه اللارفي الانفكتيف لارفي انه راح تخترق او تخترق السكن، وبذلك يكون الانسان قد اخذ لي، يعني قد كان الماء هو سورس اوف انفكشن اوف ذا هيومن. عندي بعض انواع الباراسايت اللي هي فري لايفنج باراسايت الموجوده بالمي اللي راح تدخل عن طريق الاماكن الخطره، نسميها يعني عن طريق البنيالز، يعني فينيبل سايت، هاي هي المناطق الخطره، مثل انه تدخل عن طريق النيزو فاركس. عندي مثل النجليريا، النجليريا اللي دائما تدخل للانسان عن طريق النيزو فاركس، وبذلك يسبب الى حدوث المنينجيو انسيفالايتس. الفود ايضا الغذاء يعتبر source of infection of the parasite، يعتبر كمصدر للاصابه بالامراض الطفيليه. عندي contamination with the human or animal feces، يعني عندما يعني الغذاء يتلوث بالفيسز مال الانسان والحيوان يكون كمصدر عدوى للاصابه الطفيليه. عندي إيكونوكوكس إيكوي بالإضاءة إكس، بيوض الطفيلي المشوك، أو إنه التوكسوبلازما اللي موجودة اللي حتلو موجودة بالفود راح تكون مصدر لإصابة الإنسان. الميت كونتين إفكتيف ستيج، اللحوم اللي تحتوي على الإفكتيف ستيج دائما خاصة بالمعلبات اللي تكون حاوية على أو ملوثة بالإفكتيف ستيج تكون مصدر لحدوث الإصابة للإنسان. عندي السورس الرابع اللي يكون يعني اللي يكون مصدر لإصابة الإنسان أو مصدر للأمراض الطفيلية اللي هو الإنسكت فاكتور، الحشرات الناقلة. عندي النواقل تكون على نوعين اللي هي بيولوجيكال فاكتور وعندي الميكانيكال فاكتور. البيولوجيكال فاكتور عندي موسكيتوز، البعوض، عندي ساند فلاي، عندي ذبابة الرمل، عندي التي سي سي فلاي، يعني ذبابة التي سي سي فلاي، عندي البكس الباك، وعندي التكس. عندي الموسكيتوز دائما ينقل لي مرض الملاريا، يسبب يعني يسبب لي ينقل لي يعني يعتبر من النواقل اللي راح ينقل لي مرض، يعني يسبب لي ينقل لي ينقل لي الطفيلي الملاريا وينقل لي الفيلاريوسيس. عندي صد فلاي ينقل لي او يسبب لي يكون الناقل لطفيلي الكلا ازعه.
الدي سي سي فلاي يكون الناقل لمرض السليبنج سيكنس، والباك تشيكس ديزيز، والتكس القرايت يكون للبابيزيوسس، ناقل لطفيلي البابيزيا. الميكانيكال فاكتور اللي هو عندي الهوست فلاي، ذباب المنزل. ذباب المنزل يكون واحد من البكتيرات اللي من الحشرات او من البكتيرات اللي سيكون يساهم لي بانتقال الامراض الطفيليه، منها عندي الاميبيوسس، عندي داء الاميبيات. السورس اوف انفكشن الخامس عندي الانيمال، قد تكون الكاو هي مصدر لانتقال العدوى الطفيليه، او قد يكون البكس الخنزير، او قد يكون الدوغ، او قد يكون الكات، او قد تكون الفش. تكون مصدر لانتقال العدوى الطفيلية للإنسان. عندي another person، الأشياء الأخرى عندي الكارير and the patient، يعني الكارير and patient، قد يكون البيشنت هو نفسه، أو قد يكون الكارير هو يكون الأرثروبودا، قد يكون البيشنت هو الإنسان نفسه. عندي مثلا عندي هنا الإنسان عندي خاصة في الكونجنيتال ديزيز اللي تكون الأم هي مصدر لنقل العدوى من الأم إلى الجنين. الأوتو انفكشن، الأوتو انفكشن دائما تصير بالأطفال، إنه الطفل المصاب بالديدان الدبوسية لما يصير عنده لما يصير عنده حكة في فتحة فتحة الأنص، الطفل راح ينقل الإصابة عن طريق الفينجر تو ماوث، ينقلها عن طريق الأصابع مالته، ينقلها إلى عن طريق الفم، راح ينقل الإصابة. عندنا مثال على ذلك عندنا الديدان الدبوسية. الانترنال رينو انفكشن في حالة السترانجولاس. المود اوف ترانسميشن اوف ذا باراسايت، طرق انتقال الامراض الطفيليه. الامراض الطفيليه راح تنتقل ترانسميشن اوف ذا باراسايت، تنتقل الطفيليات بصوره مختلفه اعتمادا على الهوست اوف ذا بودي، اعتمادا على المكان اللي راح تسكن، المكان اللي راح تسكن به بالمضيف. إذن الترانسميشن راح يكون يمكن أن يكون external parasite، يكون كطفيلي خارجي، maybe يكون عن طريق direct contact أو عن طريق indirect contact. الترانسميشن يمكن أن يكون داخليا راح يكون عن طريق الموم، عن طريق injection of the infective larvae، يكون عن طريق الفم أو عن طريق هضم الطور المعدي مع الغذاء أو مع الماء. أو قد يكون الانتقال داخليا للطفيلي عن طريق انه يخترق الجلد او يخترق الاغشيه المخاطيه، او قد يكون عن طريق البلط سكر، الطفيلي ينتقل داخليا عن طريق المص الدماء. عندي الانسكت الحشرات اللي لما تاخذ وجبه دم تحقن للطفيلي داخليا لجسم الانسان، او انه الطفيلي يمكن ان ينتقل عن طريق الانهيليشن، عن طريق الاستنشاق، أو ينقل عن طريق السكتشوال أورغان، عن طريق الأعضاء التناسلية ينقل الطفيلي، أو عن طريق الكونجنيتال ترانسميشن. هنا الكونجنيتال ترانسميشن قلت أني راح ينتقل من الأم إلى الجنين. الباثوجينيسيتي، اللي سبب ليها الطفيلي لما يدخل جسم الإنسان، شنو هي الباثوجينيسيتي؟ احيانا الطفيليات مثلا بالانترا سيلولر بروتوزوا اللي راح تعيش داخل الخلايا، بس احيانا راح نشوفها سبب دامج وتحطيم بالخلايا اللي وتش راح تتكاثر بها. مثال عندنا ذلك، عندنا ملاريا باراسايت راح تحطم لي تسوي لي ربشر للار بي سي اللي راح تصيبها، وتسبب لي حدوث الانيميا فقر الدم. بعض انواع الباراسايت راح تنتج لي انزيمات، وهذه الانزيمات راح تسبب لايتك نكروتك، تحلل متنخب، تحلل نسيجي متنخب. راح نشوف انه وهذه راح لها القابليه على ان تخترق جدار المعده and تسبب لي الخراجات وتسبب لي حدوث الالسار. مثال على ذلك عندنا الانتيميبيا هيستولوجيكا. بعض الطفيليات راح تسبب لي انسداد فيزيائي، بعض انواع الطفيليات راح تخصص الديدان المدوره، راح تتكتل بالامعاء وسد لي الامعاء، تسوي لي انتستاينال اوبستراكشن، واحيانا الدوده الواحده تسبب لي انسداد بالبايل دات او بالابندكس.
بعض الأمراضية للطفيليات قد تسبب بريجر ضغط مثل الديهايدات السيست، هايدات السيست الكيس المائي، الكيس المائي لما يكبر راح يضغط على الأعضاء الأخرى مثل يضغط على البرين أو يضغط على الآي، فإنه هاي يسبب لي بريجر. إذا الفيزيكال obstruction الانسداد الفيزيائي أحيانا قد يكون يعني يسبب آثار، يعني يسبب حدوث تأثيرات جانبية، تأثيرات ثانوية شديدة مثل ذلك عندما وين يعني هذه التأثيرات ايش راح تسبب لي؟ تسبب لي حدوث الصدمة الدماغية خاصة عندي بطفيل الملاريا. عندي الأمراضيات الأخرى اللي راح أشوفها عندي مثلا عندي بالهوكور الديدان الهوكوروم اللي راح تتغذى على الطبقة المخاطية يعني الطبقة المخاطية للجوجينالي، أشوف إنه راح لما تتغذى يعني على الطبقة المخاطية للجوجينالي راح تترك لي البلد بوينت بقع نزفية، هذه البقع النزفية دائما إنه راح تقود إلى حدوث الأنيميا. بيوضة شيستوما، بيوضة شيستوما انه لها القابلية على انه تخترق لي الفيزرال بلاد، تمزق لي الفيزرال بلاد فيزلز وتسبب لي حدوث الهيماتوريوريا. بعض انواع الديدان مثل الراوند وورم يمكن ان تتكاثر بالامعاء وتسبب حدوث البروتينايتس. من الآفات الأخرى اللي أو من الأمراضيات الأخرى اللي أشوفها اللي سبب ليها الطفيليات إنه لما تدخل الجسم راح تسبب لي إنه الجسم كردة فعل للجهاز المناعي تسبب لي inflammation change يعني تغيرات التهابية، هذه التغيرات الالتهابية تؤدي إلى حدوث الفايبروسيس، تؤدي إلى حدوث الفايبروسيس أو أحيانا تؤدي إلى lymphatic obstruction انسداد الأوعية اللمفاوية and تكوين الأوديما. عدد قليل من الطفيليات راح تسبب لي المالجلاند ديزيز، مالجلاند ديزيز يعني الامراض السرطانيه، اللي مثال على ذلك عندي شيستوما اللي راح يسبب لي البلادر كانسر سرطان المثانه. الليبراتوري دايجنوستيك شلون اشخص الامراض الطفيليه؟ اشخص الامراض الطفيليه طبعا اني اشخصها عن طريق الاكزامينيشن اوف ذا بيشنت، انه افحص المريض افرازات المريض الدم السوائل النطحيه بالجسم، ويمكن ايضا حتى انه ليش انه افحص الدم او السوائل النطحيه بالجسم حتى انه اشوف الطفيلي البالغ او ان اشوف اللارفي او اشوف السيستيج. اذا كم طريقه اقدر اسوي بها لابراتوري دايجنوستيك اوف ذا باراسايت؟ عن طريق دايركت اكزامينيشن الفحص المباشر، بالفحص المباشر انه حتى ارى الطفيل البالغ او الاحظ one of two stage، يعني الاحظ الاستيجات الخاصة بتطور الطفيلية. direct examination انه مباشرة اني عندي direct examination انه راح اقدر اشوفها microscopy and macroscopy، راح اشوفها بالعين المجردة او انه راح اشوفها عن طريق الميكروسكوب. أقدر أيضاً عن طريق الدايركت إكزامينيشن أسوي كلتشر أوف ذا سامبل، أزرع السامبل مالتي على أحد الأنواع على أحد الفيديات الخاصة بالطفيليات وأشوف أو يعني ديفرنت ميديا أو باللايبراتوري أنيمال أزرع السامبل وأشوف شنو هو الطفيلي اللي سبب لي حدوث الأمراضية. اكزينو دايجنوستيك هذه الطريقة اللي أستخدمها لما تكون الطفيليات سكنت لي، تكون الطفيليات هزيلة ويكون عددها كبير، استخدمها طريقة حتى اشخص بها الارثروبودز مثل عندي التشيكس يعني او البق بمرض التشيكس ديزيز. عندي الانديركت ميثود هذه الطريقة ايضا استخدمها حتى انه اشخص بها الباراسايت، هذه الطريقة تعتمد على انه انديركت ميثود هذه الطريقة تعتمد على التأثيرات اللي راح يسويها الطفيلي بالنسيج. زين عندي انا التاثيرات اللي راح يسوي ليها الطفيلي بالهوست او يسوي ليها بالسيروم او اللي راح يسوي ليها التاثيرات بالبلط، اقدر انه اشوف التغيرات اللي تصير بالدم او التغيرات اللي تصير بالبادي فلويدز. بالبادي فلويد تشمل التفاعلات الفيزيائيه والتفاعلات الكيميائيه، التفاعلات الفيزيائيه راح ياكد على لون الفيسس او اليورين او انه ااكد على لون البلط سيروم. كيميكال اكشن التفاعلات الكيميائيه راح انه الاحظ المكونات التغيرات اللي تحدث بمكونات الدم مكونات السيريبرال سباينال فلويد اند بودي فلويد.
أقدر أيضا من الفحوصات اللي أسويها للبودي أوكسيديت أند فلويدز اللي هي سيرولوجيكال تكنيك، أقدر أستخدم طريقة الأجلوتيشن والبريسبتيشن تيست. الأنافلتيك رياكشن تفاعلات فحص الحساسية، وأقدر أستخدم البوليميرايز تشينج رياكشن. التريتمنت العلاج بالنسبة للأمراض الإصابات الطفيلية، إنه أنا راح أعالج أعالج الإصابات الطفيلية اللي تكون بها الأعراض سيمبتوماتيكلي، تكون الأعراض ظاهرية. بهذه الحالة لما تكون الأعراض يعني ظاهرية، أول شيء راح أستخدم أني أقلل الألم، أقلل أزيل السموم الطفيلي، إنه راح أعالج فقط، أنطي أدوية توخر لي الكوليك الألم، توخلي السكن الإريتانت، لكن بدون أن أعطي الأدوية اللي راح تأثر على الباراسايت نفسها. ثيرابيوتيك بهذه الحالة راح أعطي، من أقول ثيرابيوتيك علاجيا لا، هذه الحالة راح أعطي الميديكيشن، الميديكيشن السيوتابل ميديكيشن المناسبة اللي راح تقتل لي وتطرح لي الطفيلية خارج الجسم. السيرجري طبعا بعض انواع الطفيليات اللي تمتاز انه قلت اني اقل من الطفيليات اللي يسبب لي حدوث التروما او حدوث الملجلاند ديزيز اللي او تسبب لي كبر الاورجان، في هذه الحاله احتاج الى سيرجري تدخل جراحي حتى انه اعالج الحاله المرضيه اللي سبب لي اياها الطفيليه. الكنترول طبعا انا هنا عندي الكنترول طريقتين حتى انه اسيطر على الطفيليات المرضيه، انه الطريقه اللي كنترول ميجر اند برودكتيف اوف ذا هوست، اني احمي به المضيف من الغزو الطفيلي، طبعا هذا يكون عن طريق اتباع الهايجينيك يعني ريجوليشن، اتباع القواعد الصحيه عن طريق انه احافظ على المضيف من الانسكت فاكتور من الحشرات الناقله، وايضا احافظ على انه الغذاء يكون ديرت يعني كلين، الغذاء يكون نظيف، واتجنب حدوث الازدحامات. واقدر اني اسوي يعني برنامج بوبيوليكيشن هيلثي ادوكيشن، اسوي برنامج توعيه يعني للمجتمع عن طريق انه اشرح لهم عن الطفيلي، عن اهميته، عن طريقه دوره حياته، عن طريقه انتقاله، عن اهم الميثود اللي استخدمها حتى اسيطر عليها. الطريقه الثانيه اللي احمي بها المضيف فروم من الانفكشن، انه لازم اني مثل ما قلت بالاضافه الى انه الغذاء والماء يكون نظيف، وحافظ على الهاوسينج يعني الهاوسينج مالتي، لازم انه استخدم كل وسائل الوقايه الصحيه حتى امنع دخول الانسكت، ولازم اسوي ايضا فحص دوري للاشخاص. عندي الثيرابيوتيك الطريقة الثانية للسيطرة عن طريق الثيرابيوتيك ميجرمنت، يعني انه عن طريق العلاجات حتى انه اسوي قتل و إراديكيشن للباراسايت نفسها. وهذه طبعا تكون عن طريق انه ايش راح اسوي، عن طريق انه استخدم الكيمو البروفيلتيك، من العلاجات اللي استخدمها الكيمو بروفيلكتيف. الكيمو بروفيلكتيف اللي استخدمها دائما اني لما يعني استخدمها دائما ويا الترايفل فيزيتر، لما الشخص يعني لما يروح استخدم كعلاجات وقائيه، لما اروح المنطقه موبوءه لازم انه اني استخدم كالبروفيلتيك يعني اخذ كعلاجات وقائيه، يعني من اول ما اصل هذه المنطقه لحد ما اخرج بعد اسبوعين. مثال على ذلك انه الملاريا لما اني اروح المنطقه موبوءه، هذه المنطقة مبوءة بالملاريا، لازم أني أستخدم لي بروفيلايتيك تريتمنت، لازم أخذ لي شغلات وقائية من أدخل المنطقة وحتى بعد أسبوع. عندي بعد يعني سيفرال ويكس، بعد عدة أسابيع من مغادرتي للمنطقة الموجودة.